وكون وقع الثاني اللاعب ديال برشيد ضرب اللاعب ديال الوداد ما نعت راك شتي لاكولاد اللي ساليت مع اللعابه. السعيدي هبط من تريبون جابور مساليوي، اسماعيل حداد، الناهيري، اشرف داري، اشرف داري مترجم، اشرف داري من البونتو جاتي سميتو نصير. جو ريسبكت انا الجوار، كان عندهم واحد كاين احترام متبادل. انا ان طونك انترينور ولا هذا كنتلاقى مع اللعابه كان هذا باسكو في ما عندي فرق لا بين رجاء لا بين الوداد. عندي والدي ربوني على اخلاق طيبه، وانا هذاك ما بغيتش هذاك الدري توعد، وكون وقعت لشي واحد لا قدر الله ديال الوداد كنت جو في زعما انترفونير على حساب اللاعب ديال الوداد، باش حيت اللاعب راه فتره يتوعد وعنده مسؤوليه. زكريا فاتي باغ دافواغ ان بيبي هذا تما غادي دير الكابس وهذا الله يسمح لهم الوالدين، نتمنى من الله باش هذاك لو جات درتو وماشي ندمت، ولكن جو فولي انترفونير باش نحبس هذيك لي مورجي دابا رجاء والدراري، واعتذرت النصير وداك الشيء ماشي اكسبري باش انا عندي بحال بابا طوندي بحال سالي فنداي بحال مساندا بحال كوم رجل سالي كيهضر معايا في التليفون اشاك فوا المابيل في لي فيت. الحمد لله عندنا علاقه طيبه مع الناس الوداد ولا مع الرجاء ولا مع بركان ولا هذا. هرد لك البرشيد وفي ستاسيون الوداد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.